هذاك 20 درهم ديال المطيشه اللي يسمعوا ويسحبوها بالصحه وما كايناش، ما بقاوش تكذبوا. الكذوب يغلط المواطنين. اليوم الثمن بين 7 و9 ديال الدرهم على حسب ديال الاسواق، على الاقل ديال على الاقل نديروا تصحيح. وما جا خليتكم تكلموا ياك. وحنا رغم هذا الارتفاع ديال الطلب وسنه فلاحيه صعبه، كنعيشوا في بلادنا وضعا تقريبا صبيعي. يمكنش تقول لي ما كتمشيش للسواق وكتلقى لي كاليتي كلهم، وما تقولش لي بان الازمه العاليه ما عندها العالميه ما عندهاش واحد لامباكت حتى على المواد الغذائيه. هذاك مطيشه علاش طلعات؟ لانه المصدرين اللي كانوا كيصدوا 0.80 اورو ولا 0.90 اورو، وصل الثمن ديال المطيشه في اوروبا ل 2 ديال اورو 40. اذا السلعه ولات كتمشي بكثافه لاوروبا، دخلت الدوله باش تنقص من هذاك الشيء اللي كيمشي. دونك وعلاش اوروبا مشات فيها؟ علاش اوروبا ولات كتخلص هذاك الثمن؟ لانه الغاز ولا غالي، وفي بعض الدول هولندا وفرنسا ما بقاتش كتصنع مطيشه، واسبانيا نقصت من لا برودكسيون ديال المطيشه، وكان واحد الضغط على مطيشه باش تمشي للخارج. ولولا التدخل السريع ديال الدوله لكنت كنا حتى حنا على الاقل 15 درهم ولا في هذيك 20 درهم اللي تكلمت عليها السيده قبيله. ولكن كان تدخل الدوله، رغم انه انا متفق معكم بانه في سيركوي مازال كاين المحتكرين، ومازال كاين اللي كيلعبوا، ومازال كنحاربوهم تولي جو. هذه انا متفق معكم عليها، ومازال غادي نحاربوهم ان شاء الله.